الموقف بتاعهم تقريبا متشابه، حتى في الفترة الأخيرة الفرقتين غيروا المدربين بتاعته. يمكن الوداد غير مستر جاريدو وجي المدرب الأرجنتيني الجديد، ونادي الأهلي جي مستر موسيماني بدل ريني فايلر. يعني حتى الظروف المتشابهة في كل حاجة متشابهة أيضا في تغيير المدربين. هل ده هيبقى ليه تأثير على أداء الفرقتين النهاردة؟ بص، هو النقطة اللي حضرتك ذكرتها دي مهمة جدا، وكمان هنضيف عليهم الزمالك. يعني انت عندك الأربع فرق اللي وصلوا منهم ثلاثة غيروا مدربين. مزبوط. الوحيد جمال سلامي هو اللي مستمر مع الرجاء. مظبوط. لو اتكلمنا على الجزئية بتاعت الوداد والأهلي النهاردة، التأثير طبعا موجود، لأن انت مش ممكن راجل مدرب بيمسك فريق بقاله 10 أيام ولا أسبوعين هيبقى حافظ الفرقة وحفظ قدرات اللعيبة، مهما كان هو كان بيلعب قصاد الفريق، وكان طبعا بيذاكر الاهلي وحافظ الاهلي وحافظ نقاط القوة ونقاط الضعف فيه. لكن في نفس الوقت مش زي ما بيشتغل معاهم بقى في الملعب ويقرب منهم ويحفظهم ويحفظ التفاصيل يعني. فأنا شايف ان التأثير بتاعنا او بتاع بيتسو متسوماني مع الاهلي هيبقى اقل بكتير جدا من ميجيل كوماندي. ميجيل كوماندي راجل اشتغل قبل كده في المغرب، واشتغل قبل كده في جنوب افريقيا، واشتغل قبل كده في المغرب، لكن بقى له فتره بعيد يعني. بقى له فتره بعيد عن الكره المغربيه. من فتره طويله قوي، من 2008 تقريبا اشتغل مع كره جنوب افريقيا. كان ماسك فريق في جنوب افريقيا. فانا قصدي ان هيبقى حافظ طبعا، عارف شويه لانه اشتغل في المغرب قبل كده، فعارف الوداد وعارف ازاي يعني معنى فريق كبير زي الوداد. اللعيبه بتاعته الى حد ما، لكن مش زي طبعا بيترو موسيماني. في نفس الوقت كمان انه لما لعب مع حسني غدير ما لعبش في بطوله افريقيا في الوقت ده. يعني بيترو موسيماني دايس في افريقيا، اشتغل مع في البطوله من خلال سان داونز، فاهم قصدي؟ فدي برده هتدي له ميزه اكتر، خصوصا ان المباراه انا بحسبها من 90 دقيقه في المغرب و90 دقيقه في القاهره. صحيح. يعني مش عايزين نفكر بس وناخد ناخد كل تركيزنا في المباراه بتاعه المغرب. مزبوط. وننسى ان في 90 دقيقه عندنا. مزبوط. في ملعبنا. مزبوط. لازم نتعامل مع المباراه حتى واحنا بنلعب المباراه بتاعه النهارده، لازم يبقى في دماغنا ان في شوط تاني. اعتقد ان المدير الفني هيكون اكيد تكلمهم بالاسلوب دوت ولازم يحطوه في دماغهم. مظبوط. وانا بلعب هناك حتى يعني انا عجبني جدا ان هو ما غامرش بكهرباء. لان يعني كان ممكن يغامر بيه وبعدين تيجي تخسره في المباراه الثانيه، لكن كون انه يطلعه بره فده معناها ايه؟ معناها انه يعني بس خلي بالك برضو كهربا كابتن يعني غير جاهز تقريبا بنسبه 99%، لان هو حتى في التدريبات كان بيعمل تدريبات منفرده وجري خفيف جدا بالكوره. مظبوط. بس في نفس الوقت ممكن مدرب ثاني يقول لك ايه؟ ادي له حقنه. طب اخليه جنبي على البنش يعني. اخليه جنبي على البنش استخدمه 10 دقائق ربع ساعه في الاخر تحسبا يعني. أي. فهم قصدي؟ لكن في مدربين بيفضلوا طالما حتى لو بيشتكي 1% خلاص يبقى الافضل ان انت تستبعده عشان يخف وتستخدمه بعد كده في المباراه العوده او ان شاء الله في النهائي. فهم قصدي؟ فانا شايف بيترو موسيماني تاثيره طبعا هيبقى اقل بكتير، يعني معناه ان هيتاثر سلبا اقل. ايوه. حافظ افريقيا اكتر من الراجل الارجنتيني ميجيل كوماندي، وفي نفس الوقت كمان عنده احساس بالمباراة بتاعت افريقيا اكتر.